باب باب منغطي الحدث ومننقلكم الخبر بأجمل صورة. كل الناس بتكبر والباب باب سبيشال هايلايت لهالأسبوع من العشر الثانوي لسمايت سنتر تتحلي أكتر. تابعوا كل الأخبار وكل جديدة مع أنجيلا بباب أب. دايما تابعوا أخباري مع أنجيلا. أحلى برنامج لي أنا كتير بحبه باب أب. كل عام وأنتم بخير. ريكاردو كرم يا دلوعة قلبي. شو فيك تخبرنا شيء إكسكلوزيف لباب أب؟ هيدي الخبرية بس مش قادرين نقولها. كيف كانت الأجواء ومين النجوم اللي كانوا متواجدين؟ كل التفاصيل بحلقة أسبوع من باب أب. كونوا على الموعد.